السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل آية وفي سورة النمل كم ذا؟ هدا من سنتهاي أما ملا هذا بدنيها أما الرومي سنتهاي إن وتشين كتابتي أما حنونا ذا كلا نفساني جا أدريمي سيد. بقول شر آية دام كسر العلي أو آخره إلى إذن كسوع عافي ما ذي سا. القرآن والشفاء لكن وقف بدون عافيمات نفساني متشلوي إن شاء الله. في سورة النمل بكتر سنة آية دان قام كيسا ما ينسى دور بعض سيحان إسا قعنت هذا مدقنا هالكاب آيات ثار إسا كدبا وحل هاي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وإنت كلية بغل شركو سعي علي دور إنت ساوو جيب ستيد قعانت هذا نهالك السارتيد وهداد أميس انتهي أما ملاها ذو أبداني هاي إن أو كتاب تيجين أما وحيالا كم دا عذر رضا النفط قدعه إن روحاني قيب كم دا هداد أميس انتهي كهيان ووحيالها اسكتهم ميسي ولو سحر باها هذي عذرنا النوع عسه هذا سكتوا ميسيد أما أذهبتيد إنه إن أتقبتيد أدري ميسيد على مريه على مريه سنة أذ لا ضحي سا أنت هذا برضو وسيحتيد شجع وسيحتيد هل كان قعنت ساعتيد إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أنت بقول شرك سعر علي إن شاء الله والعافي ما ليس نيدنا وناج آداد ما هتسنتهن تتكن لصعدو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.